بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم. في الأمس قتل الأخ عبد الكريم الشايف الضالعي في عدن ومعه أخوان، وهو من إخواننا طلاب العلم، طلاب شيخنا الوادعي رحمه الله، وممن هو على خير وفائدة ومن الدعاة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لجميع المسلمين وعباده الصالحين، كما نسأله سبحانه أن يدفع عنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك أيضا ينبغي على أن الشخص يكثر في هذه الأيام من الدعاء بصرف الفتن، فنعوذ بالله من الفتن ما جاء من وقت، والفتن تهيج وتموج أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن دواء الفتن الأكبر والأعظم التوبة إلى الله عز وجل، وأن يصلح العباد ما بينه وبين الله. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في 17 من شهر صفر لعام 1439 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.